أجواء مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز، الجزائر تحتفي بالذكرى 70 لاندلاع الثورة المضفرة باستعراض عسكري ضخم للجيش الوطني الشعبي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر. الاحتفال عرف حضور حشد كبير من المواطنين الذين تجمعوا لإحياء هذه المناسبة المجيدة. بمقام الشهيد تزينت الساحة بالأعلام الوطنية مواكبة للحدث وتخليدا للذكرى. الجزائر اكتسبت حريتها، ونقول للجيل الصاعد نخلى يعرف التاريخ تاعه. عندي عيد اليوم، شغل انا عندنا كي عيد، جبت بنتي مازال عندها 5 موا باش ننمي لها الروح الوطنية مادام صغيرة باش حب الوطن، كما اني نقول الشباب الجزائري تهلاو في بلادكم. لازم ندخلوا لهذا الحب الوطن لاولادنا باش هما يرفدوا الرساله لاولادهم واولاد اولادهم. اجواء الرساله مليحه وكامل، ونقول لكم كما اخيرا تحيا الجزائر ان شاء الله تدوم بلادنا. مشاهد تعكس وحده الشعب الجزائري وارادته القويه في الحفاظ على قيم الاستقلال. مواطنون عبروا عن اعتزازهم بتاريخ وطنهم وامتنانهم لقوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي أبان عن جاهزيته وقدراته الدفاعية الحديثة. أنا مسميها لنخبة العالم كامل كدفاع جوي إقليمي ولا بحري. يعني بصفة عامة الجزائر 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 وتحية الجزائر. نحن شعب مسالم وجيشنا قوي ونفتخر به. ونفتخر به أعز الافتخار. أقول تحيا الجزائر، وأقول تحيا والله يرحم الشهداء. إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية مناسبة لتجديد العهد مع الشهداء ولتعزيز اللحمة الوطنية لدى أجيال الاستقلال.